السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. ظهور البلوجر الطفلة ريتان داخل المستشفى. نشر حساب يوميات عائلة ملسوعة المعروف بنشر فيديوهات كوميدية خاصة بالأشقياء الأطفال كنان وريتان. صورة لريتان وهي نائمة على سرير داخل المستشفى ومعلق بيديها محاليل، وبجانبها شقيقها كنان، ومعروف طبعا كنان. وسرعان ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لتعليق المتابعين بالطفلين داعين الله أن يشفيها ريتال، وتعليق أكثر المتابعين العين حق والدعاء لريتان بالشفاء العاجل. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.